انسجاما مع الرؤية الحداثية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله للمملكة، عملت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج على تبني استراتيجية قائمة على تحديث البنية السجنية عبر استبدال مجموعة من المؤسسات السجنية القديمة والمتلاشية بأخرى عصرية تستجيب للمتطلبات الأمنية وتضم مجموعة من المرافق التي تساهم في تنزيل البرامج إعادة إدماج السجناء. ويندرج افتتاح السجن المحلي الجديد إثنان في هذا الإطار، حيث سيتم إغلاق المركب السجني العادير وتعويضه بهذه المؤسسة التي تصل طاقتها الاستيعابية حوالي 1888 سرير، تضم سبع أحياء، حي مخصص لنزلاء الأحداث وآخر مخصص للنزيلات بجناح خاص بالأمهات المرفقات بأطفالهن. كما تم الحرص في هذه المؤسسة على البعد عن سنة الفضاء السجني، وذلك من خلال مجموعة من المرافق الأساسية كالمصحة التي تصل طاقتها الاستيعابية ل 24 سرير مجهزة بجميع المعدات والأجهزات الضرورية. كما تتوفر هذه المؤسسة أيضا على قاعة متعددة التخصصات وعلى مجموعة من المرافق الخاصة بالزيارات العائلية. كما تضم هذه المؤسسة أيضا مركزا بيداغوجيا به يتوفر على مجموعة من الأقسام الدراسية ومخصص أيضا لتنزيل البرامج الدينية وبرامج محو الأمية بالإضافة إلى أوراش التكوين المهني. كما تتوفر هذه المؤسسة أيضا على مجموعة من الفضاءات سيتم استغلالها كوحدات إنتاجية حديثة لتشغيل النزلاء.